قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. هذه ما في تخطيط، أحسن اجتماع في الجامعة العربية بياخذ له 3 ساعات ولا 4 ساعات يبحث في كل قضايا الوطن العربي الرياضية والشبابية، وهذا غير منطقي. ما زلنا بدون استراتيجية، ما زلنا بدون سياسة لقيادة الرياضة على مستوى الوطن العربي. ترى تحدثت عن قطر، على ذكر قطر، هل ترى بأنه الإمكانيات الكبيرة والتكنولوجيا اللي وصلت لها ربما بعض البلدان هي اللي تنمي وتطور ربما الصحفي والمؤسسات الإعلامية، أم أنه الشخص في حد ذاته الإعلامي في حد ذاته يكفي دون إمكانيات أخرى؟ يعني نقطة مهمة جدا. صحيح التكنولوجيا هامة جدا في حياتنا، وهي اللي خلتنا نعيش عالم الاتصال. الإنسان بطبيعته حيوان اتصالي، يعني بدون الاتصال لا بقاء للبشرية. عندما ينتهي الاتصال البشرية بعضها لبعض معناته انتهى العالم. فإحنا الآن مهمة التكنولوجيا، مهم وسائل الاتصال، لكن يبقى الإنسان هو الأساس. لا يمكن التكنولوجيا، يعني لو أنت طيارة فيها أجهزة كمبيوتر وفيها أجهزة خيالية، مش ممكن الطيارة تمشي لحالها، عاوز إنسان يقودها. ولا يقود كل الإمكانات موجودة. أوكي، في طائرات بدون طيار ما بقدر. نفس الكلام، أنت لا تستطيع، مهما التكنولوجيا وصلت، مهما بدون إنسان ما في. التكنولوجيا وسيلة للإبداع، التكنولوجيا وسيلة للتعبير، هي وسيلة مساعدة وليست الأساس. الإنسان هو الأساس، ولذلك إحنا يجب أن نهتم بالإنسان. لا يمكن لو جبت كل تكنولوجيا العالم، شو استفدنا إذا جبنا يعني ماكنة تعالج لا سمح الله السرطان، ما فيش حدا يشغل هذه المعدات، ما مش مستفيدين شيء. إذن الإنسان، أنا لازم أهتم بالإنسان، الإنسان هو الأساس. إذا الإنسان كان قادر على استعمال هذه التكنولوجيا، أنا بتهيألي يبدع. إذا كان غير قادر لا يبدع. ولذلك إحنا لازم نهتم بالإنسان. الإنسان، وأعني الإعلامي. الإعلامي هو رائد، الإعلامي هو قائد، الإعلامي لتأثيره الساحر مؤثر. يعني الإعلامي مذيع واحد أو معلق رياضي واحد يخطئ خطأ واحد ممكن يخرب الدنيا، لكن صح ولا لا؟ صح. يعني يكون متعصب، يكون يدعو للعنف أو بطريقة غير مباشرة أو غيره. لا، إحنا عاوزين إنسان هذا يعني لا يسلم الميكروفون إلا القادر على استلام هذا الميكروفون. على ذكر ربما تحدث عن العنف أيضا في ربما حتى في الملاعب، استراتيجية الاتحاد العربي لصحافة الرياضية لتنمية ربما أو قدرات هذا الصحفي في كل البلدان العربية. استراتيجية الاتحاد أنه إحنا عندنا إمكانات محدودة، لكن مسؤولية العنف مسؤولية الدولة. الدولة قبل أن يكون الإعلامي. الدولة احنا دائما بنعالج المظاهر، مظاهر العنف، المظاهر من الخارج، لكن بدنا نعالج اهم اسباب العنف. ما هي الاسباب؟ والدولة تعمل بالتعاون مع الاعلام، وتعمل مع الجامعات، مع التربية والتعليم، مع الجهات المختصة الاخرى في الامتصاص ظاهرة العنف. لانه الان الرياضة تواجه عدة مظاهر تخلف، الغش الرياضي، العنف الرياضي، المنشطات، كل هذه قضايا لازم الإعلام هو يقود البحث فيها، لكن مش هو صاحب القرار. هو يجب أنه يقدم الأمور بشكل جيد لأصحاب القرار. هل ممكن للإعلامي مثل ما تحدث السيد محمد جميل عبد القادر أن يقضي أو على الأقل يقلل في هذه الظاهرة المتشعبة؟ لأنه ظاهرة، نتفق بأن هذه الظاهرة، ظاهرة العنف في الملاعب، ظاهرة عالمية وعربية، والآن في الجزائر ظاهرة انتشرت بقوة. هل يمكن على الإعلامي أن يحد من هذه الظاهرة دون وسائل أخرى؟ طبعا له الدور الأكبر. أولا هو ما يكونش متعصب. يعني يجب أن يكون حيادي. صح. وموضوعي. نفس الإعلامي، من أهم المشاكل التي تحصل بالعنف بعضها بيكون أسبابه الإعلام.
تذكر الجزائر ومصر من أهم الإعلام هو اللي قاد العملية إلى هذه النقطة البشعة كانت. وأنا كنت أنا كرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بعتز أني أنا حاولت أني أشارك في حل هذه المشكلة. ذهبت إلى القاهرة مع رئيس الاتحاد الآسيوي واجتمعنا بنقيب الصحفيين العرب وبنقيب الصحفيين المصريين لامتصاص نوعا ما. وجيت هنا إلى الجزائر التقيت بوزير الاتصال، حاولنا أن يكون لنا دور في حل هذه القضية. تبين أنه الإعلام لعب دور كبير، يعني لعب دور كبير. أول شيء الإعلام لازم يكون موضوعي وحيادي هذا ونزيه في طرح القضايا، ولأنه الإعلامي أهم شيء يبحث عن الحقيقة ولا يبحث. يعني إحنا أنا أطلب أنه نكون متعصبين للمنتخبات الوطنية تبعتنا، يعني كل واحد في بلده بده يكون متعصب للمنتخب الوطني لأنه هذا علم البلد، هذا هو شعار البلد، هذا هو كل شيء في البلد، لكن ما يكونش يؤدي إلى الكراهية، يؤدي إلى العنف، يؤدي إلى حقيقة. لازم أن نبحث عن الحقائق. ولذلك أنا بقول أنه الإعلامي يجب أن ينزه نفسه عن أي موضوع يقود هو يكون طرف من أطراف التعصب. ربما نبقى مع ظاهرة العنف سيد محمد جميل عبد القادر أستاذنا، هل في رأيك أنه عدم إقامة ربما المباريات بدون جماهير حل أمثل للتقليل أو الحد من هذه الظاهرة مثل ما هو معمول في الجزائر؟ لأنه في الجزائر الآن فيه توجه إقامة مباريات أو حتى مباريات محلية مثيرة كان يفترض أن تكون فيها جماهير، معاقبة الجماهير هل يكون حلا للقضاء على ظاهرة العنف في الملاعب؟ أنا لا أعتقد ذلك. هو الرياضة للجمهور في الأصل، هي تقام من أجل الجمهور. يعني أي لاعب مهما كان مستوى لاعبه بدون جمهور ما بحس أنه هو في ميدان تنافس، ما بد ميدان، هو واجب يؤدي واجب. الجمهور هو الأساس. أنا رأيي أنا يعني مش مع إقامة مباريات بلا جمهور، لأنه هذا يدل على ضعف كبير في إدارة شؤون اللعبة. في سيد محمد جميل عبد القادر فيه تراجع رهيب بالنسبة للرياضة العربية بشكل عام، لأنه لما نشوفه ربما في المنافسات العالمية أو الألعاب الأولمبية مثلا أو كأس العالم أو حتى في المنافسات الآسيوية المنافسات الإفريقية ما نشوفوش خروج كبير بالنسبة أو تقديم كبير بالنسبة لي سواء على مستوى الفرق أو على مستوى المنتخبات. راجع إلى ماذا في رأيك؟ أنا أولا يعني إحنا هذا راجع إلى العولمة. الرياضة جانب من الجوانب اللي أصابتها العولمة. العولمة تعني أنك أنت تنتقل من الشأن الوطني أو القومي إلى الشأن العالمي. فإحنا الآن طلع أنت تابع وأكيد أنت بتتابع مدامك في موقع المسؤولية. الآن امشي بالشارع بالجزائر أو بالأردن أو في المغرب أو في أي بلد عربي بتحدثوا 50 مرة عن ميسي ولا عن رونالدو، بتحدثوا مرة واحدة أو مرتين عن لاعب جزائري إلا في وقت المباريات الهامة. شايف وين؟ فإحنا الآن الأمور أصبحت ليست بأيدينا، صارت العالم كبر أكثر. يعني البيئة لم تعد بيئة الإنسان في بيته أو وطنه، صارت بيئته العالم كله، العالم صار بيئته كله. ولذلك أنا لما بتفرج على مباراة بين أي فرق، بين المنتخب الألماني مع المنتخب البرازيلي أو المنتخب، وبعدين بعود إلى منتخباتنا، مستوى هزيل، مستوى ضعيف، أعرف وين صار ارتباطي أوتوماتيكيا بالمنتخب الأجنبي اللي هو يؤدي أداء متميز. فإحنا عندنا مشكلة الآن إذا بقيت الرياضة العربية على هذا المستوى، خاصة أنه للأسف الشديد خاصة في كرة القدم كان في اتحاد عربي، الآن لا، الاتحاد العربي بالاسم موجود لكنه لا في بطولات، لا في تطوير حكام، لا في تطوير مدربين، لا في تنافس على المستوى العربي. من يتحمل المسؤولية الأستاذ محمد؟ كل الوطن العربي يتحمل المسؤولية. أتحدث عن القيادات أو أتحدث عن نعم طبعا
هي اللي بتخطط وهي اللي لازم تعرف انه يعني احنا للأسف الشديد مفروض الرياضة والرياضة على مستوى الوطن العربية تقرب بين الشعوب العربية. ما المفروض؟ وهذا المفروض. المفروض انه إن احنا نقضي على الحساسية اللي هي بعض المباريات العربية للأسف تؤدي الى يعني جوانب سلبية. محمد جميل عبد القادر، تتحدث ربما عن اللحمة العربية من المفروض ان تكون، ولكن ربما الناس الآن المشاهد الكريم يقول لك أنه شيء منطقي، إذا ما فيش اتفاق عربي على مستوى القيادات في سياسيا رياضيا يكون أمر عادي، لأنه الآن مجد. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.